هل تجوز الاستعانة بالجن المسلمين للقضاء على الجن الكفرة وإخراجه من جسد الميت؟ ما يجوز الاستعانة بالميت ولا بالغائب ولو كان حيا، لا يجوز الاستعانة بالغائب ولا يجوز، والجن غائبون عنا كيف نستعين به؟ أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. توكل على الله واسأل الله واستعذ بالله وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. نعم.